تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تعمل وزارة الصحة في تفعيل مشروع إنشاء وحدة لتحليل الجينوم بمجمع السلمانية الطبي. وفي هذا الإطار نظمت الوزارة تحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة ندوة الجينوم التعريفية من أجل وضع خطة لتفعيل مشروع إنشاء وحدة لتحليل الجينوم بما يعزز الجوانب الوقائية وحماية المجتمع من الأمراض الوراثية. وخلال الندوة تم استعراض عدد من المحاور التي تمثلت في الاستراتيجية الوطنية لمشروع الجينوم وعرض تجربة اليابان ودورها في مشاركة البحرين في ذات المشروع، بالإضافة إلى تحديات إنشاء البنوك الحيوية والتنظيمات الدولية. مشروع الجينوم يهدف لمسح الخلفية الجينية للشعب البحريني. مثل ما نعرف الطب الحديث والطب الشخصي ينادي بأهمية الجينات والخلفية الجينية لكل شخص على حدة. الاختلافات الفردية، الاختلافات العرقية، كلها تأثر على طبيعة تشخيص الأمراض، نوعية العلاج المناسب، الوقاية من الأمراض المستشرية، منها الأمراض المزمنة كالسكري، ارتفاع ضغط الدم، الأوعية الدموية، السرطان، كل هذه الأمور تختلف في تركيبتنا الجينية عن باقي الأعراق والإثنيات في العالم. وبالتالي أهمية هالمشروع تكمن في معرفة تفاصيل الجينوم البحريني، وبالتالي بيساعدنا على خلق السياسات الصحية المناسبة لشعبنا. فالهدف من وراء المؤتمر هو تحويل الطب من الطب التقليدي إلى الطب الدقيق، اللي هو عبارة عن توصيل الجرعة المناسبة إلى المريض المناسب في الوقت المناسب. ويعني من أهم اللي راح يسويها حق الرعاية الصحية في الدولة إنه راح يخلي المريض هو المحور الأساسي وهو المستفيد الأكبر إن شاء الله من الرعاية الصحية في البحرين.